أرجوني يعطوا أوراقهم ويصرحوا من بلادنا. ما يتعلق بمؤسسة الدولة، ما يتعلق بمؤسسة شبوه، نحن معكم على المطالبة بالقلام منها. يكفي الاستعمار البريطاني جلس 130 سنة وصرح من عندنا، وما ليش استعمار جديد الآن يحتل أراضينا ومؤسساتنا. نحن ما حد احتلنا ولا احتلوا أهلنا ولا أجدادنا ولا أبانا، بل نحن أصحاب الغزوات. نحن لن نقبل الاستعمار.